إخوة وأخواتي كل هذا الشروط حتى أنك أنت تتحرر من شكاية العدو، تتحرر من الخطية، لأنه العمل الكامل أو العمل الكفاري، عمل البديلة، موت المسيح على الصليب من أجلك ومن أجلي، هو عمل قد أكمل من 2000 سنة. هو بالإيمان، في العهد القديم كانوا ينظرون إلى المستقبل بالإيمان، ونحن بالإيمان ننظر إلى 2000 سنة إن هذا العمل أكمل، لأن المسيح قال قد أكمل على الصليب، وإنه مش ممكن كل ذبائح العهد القديم لا تستطيع أن تكفر، لا بدم تيوس أو عجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. أحبائي حتى بالإيمان عندما نؤمن ونثق إن المسيح أخذ مكاني، مات بديل عني، أخذ قصاصي وعقابي، أنا أخذت الحرية والبراءة أو اتبررت، وكأنه لم أفعل خطية أمام الله. هذا موقف قضائي، هذه البدلية العظمى. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ما أعظم هذا الفداء وما أعظم هذا الفادي. قد أكمل العمل، كل ما عليك إنك تفتح قلبك ليسوع المسيح، تطلب منه أن يأتي إلى حياتك وتتوجه ربا ومخلصا على حياتك، وتطلب منه أن يأتي إليك. أحبائي قال يسوع: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إنه يقرأ على باب قلبك، فهل تفتح الباب؟ نحب أن نسمع منك.